مشاهدينا كيف كتشابوا معنا عبر هذا البث المباشر برفقة السلطة المحلية والقوات المساعدة. إذن القائدة هبة يعني ما معطاش وكتطبق في القانون ديال الحجر الصحي. نتسناو تعليقاتكم مشاهدينا بخصوص هذا الموضوع هذا. دونك لاحظوا ايضا مجموعه من الاعتقالات بالنسبه للناس اللي ما كيطبقوش القانون. فرقنا الوراقي كاملين راه لاله عندي عندي عرفت حنا في البلاد وحنا كنفرقوا الصوره ما خليناش المواطن يورطها الله تعالى هادو ما كيخدموا غير لا لا راه مصلحتك الا ما خلوش على راسه ولا لا راه كارثه شاش واقع في العالم شاش واقع في الدار البيضاء ومدن الحمد لله راه اسوي باقي زيرو حاله عبد جهود متضافره لا ديال المواطنين ولا ديال السلطات ولا ديال رجال الامن ولا ديال المتطوعين ولا ديال كل شيء راه ما خديتش على راس خاف الا عندك شي احباب الا عندك شي وليدات الله يرضى عليك راه حنا عاطين اكثر من جهدنا عرفتش ما يمرض حتى واحد الا مرض شي واحد بحال مرضنا حنا الله يحفظك الوالدين كيف فهموش هاد الناس واش راه ما كتفهمش هادي ما كتفهمش انت ما كتفهميش واش صافي على راسك انت واش بقى اكثر من الجوامع اماكن العباده ديال الله سبحانه وتعالى سدوا محلات ناس خاسر رزقهم 60 مليون وتلاقي دابا مع المحكمه وتلاقي دابا مع المحكمه إذن ما زال متواصل معكم مشاهدينا برفقة السلطة المحلية وأعوان السلطة والقوات المساعدة بحملاتهم اللي كتواصل الآن. انا بغيت ندي ولدي غير الفاكسان لو ميت وصافي انا ما كنخرج اصلا يلا صافي راه ما كيلقاوكمش راه كيدوزو ما كيلقاوكمش سير الجنة زعما ما كيخرجش رومبون ديال الطاجين داك راه شوف سي لاعب كدي ادخل لدارك الله يرضي عليك الدار كان يجي الوالد طلع الدار الله يرضي عليك الله يرضي عليك ما كينقلش راه دار خدمته ردنا كبير خرج السامي من دابا. اذا مازال متواصل معكم مشاهدينا في جولتنا برفقه السلطه المحليه واهوان السلطه وايضا القوات المساعده
في حملاتهم التوعوية بضرورة الحجر الصحي. إننا كنشكروا جميع المواطنين اللي التزموا بالحجر. مازال متواصل معكم مشاهدينا كيفما كتلاحظوا معنا من المدينة الجديدة أمام القاعة المغطاة. عند عبد الرحيم دوا دخل دوي معايا دوا معاك سولك قول لي اش بغيتي هي هذيك 62 73 05 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
شوف يوسف. ايوا واش عنده؟ اللي خديك حسام. قداوش ما كيت قداوش وما بيناتي خاص هنا خوت الحباب صحاب الله يرضى عليك الله يخليك المهم اللي عز عليك نهضرت معكم باللغة المنزل إلا ما بقى في الدار واحد خوت بالدار اللي عنده شي مشكل وعنده شي سخرة واحد خوت بالدار ماشي سبعة في الدار يخرجوا سبعة ويبقى واحد في الدار عندنا معاناة عندنا مشاكل في الصحة وحنا قبل هاد الفيروس كان عندنا مشكل في الصحة عندنا مشكل في الدياليز عندنا مشكل في مرض السرطان واحد أصلا كان يدخل عند دموغ مضروب على راسو تيصيفطو لمراكش كيف يعقل يدخل السبيطار محمد الخامس وفيه كورونا أصلا اللغة يهضرو معاه أول حاجة قبل ما بقيتيش في دارك وتحية عالية وعلى رأسهم صحاب الصحافة اللي واقفين على الكبيرة والصغيرة في آسف وتحية الإخوان والتحية صحاب قوات المساعدة تحية الشرطة الأمن الوطني تحية عام إقليم آسف اللي صهر في رواق صهر على المدينة ولكن صار على المدينة صار على سيدنا الله يسره صار على الدولة كاملة خوت ديما كنقول لك بقى في دارك بقى في دارك يا خويا احنا راه مكراس بقاو ديورنا اللهم نضحوا هنا وبقى لك تبقى لك امك وتقول احنا تشوفنا شي حاجة الخوت والله العظيم نهاني يعطي راسك لأن احتفظت على أمك احتفظت على أبوك بس انت تبقى في دارك سفينة آسف العريقة حاضرة المحيط الأطلسي الله يجازيكم بخير تبعوا التعليمات ديال السلطات اليوم المغرب أمس الحاجة لنا للتعبير على التضامن ديالنا وعلى التآزر ديالنا كمغاربة اليوم العالم كامل لطالما احنا عطينا دروس للعالم اليوم احنا عطينا دروس للعالم أننا عرفنا هذا الفيروس هذا اللعين هذا الفيروس القاتل تضامن تآزر وأننا كنا يد واحدة أننا كنا درع واحد أننا كنا جسم واحد هكا باش غنعبرو على روح التضامن ديالنا